أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، لازلنا في موضوعات القرآن الكريم، وقد بدأنا عن الدعاء في القرآن، ولكن لم نكمل الموضوع. نحن ندعو الله عز وجل. لماذا ندعو الله؟ لأننا نتعبد بالدعاء لله، ولأننا نستعين بالله تبارك وتعالى على عبادته. فالدعاء عبادة، واستعانة على العبادة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نحن ندعو الله عز وجل لأننا في حاجة دائمة إليه، لا نستطيع أن نستغني عنه. قد يستطيع الإنسان أن يستغني عن الإنسان، ولكنه لن يستغني عن ربه طرفة عين. نحن في حاجة إلى الله في أمور ديننا وفي أمور دنيانا، ولذلك نسأل الله تعالى حاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي، كما قال الشاعر: حاجاتنا كثيرة جدا. نحتاج إلى الله عز وجل أن يقضي لنا حاجاتنا، وأن يلبي لنا مطالبنا. نتضرع إليه دائما ليشفي مرضانا، ويحقق رجاءنا، ويقوي ضعيفنا، ويغني فقيرنا، وينصر مهزومنا. نحن في حاجة إلى الله عز وجل. لماذا ندعو؟ لأننا في حاجة دائمة إلى الدعاء. وبماذا ندعو؟ ندعو الله عز وجل أيضا بكل ما نحتاج إليه. ومن قرأ أدعية الأنبياء والصالحين والصالحات في القرآن الكريم يعرف بماذا ندعو الله عز وجل. انظر إلى أول دعاء صعد من الأرض إلى السماء، إنه دعاء أبوينا آدم وحواء، حينما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلم أنفسهما بالأكل من الشجرة، وقد أذن الله لهما أن يأكلا من كل شجر الجنة إلا شجرة واحدة، ومع هذا دعاهما الشيطان ووسوس لهما حتى أكلا من الشجرة، وعرفا أنهما أخطأا، فوجها هذا الاستغفار إلى الله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فما أسرع ما استجاب الله لهما وغفر لهما، كما قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أحيانا يذكر آدم وحده، وأحيانا يذكر آدم زي ما قال ربنا، قال الاثنين، لأن آدم هو الأساس، وحواء ليس لها في الأمر شيء، على خلاف ما في التوراة إن المسؤولية مسؤولية حواء، وإن هي التي وسوست له وحرضته، هذا ليس له أصل في القرآن الكريم. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. غسل آدم وغسلت حواء من هذا الذنب بهذه التوبة، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ولذلك ليس عند النصارى أصل يعتمدون عليه
في أن خطيئة آدم لم تزل وبقيت في عنقه، وليتها بقيت في عنقه فقط، ولكن ورثها بنوه على طوال العصور والأجيال. يرث الابن عن أبيه، والحفيد عن جده، والخلف عن سلفه إلى يومنا هذا. ليس هذا هدي القرآن؟ هدي القرآن انتهت قضية آدم بالاستغفار من الأدعية التي ذكرها القرآن للأنبياء، دعاء شيخ المرسلين نوح عليه السلام. دعا ربه في أول الأمر دعاء الشاكي من قومه وصدود قومه عن دعوته، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوه، واستغشوا ثيابهم حتى لا يبصروه، وأصروا واستكبروا استكبارا، وظل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم بهذا الإصرار جهارا وإصرارا وليلا ونهارا فلم يجيبوه. 1000 سنة إلا 50 عاما، حوالي أكثر من 30 جيلا، إذا اعتبرنا الجيل 30 سنة أكثر من 30 جيلا وهم لا يستجيبون لدعوته. العصا من العصية والحية لا تلد إلا حيية، وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، إلى آخر ما فعلوا. فما كان من نوح عليه السلام إلا أن دعا الله أن يطهر الأرض من هذا الرجس ومن هذا الشرك المتجبر المستمر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، كلمتين، أني مغلوب، غلبني الناس، غلبني المشركون، فانتصر، انتصر لهذا المغلوب المظلوم المهضوم. وفي صيغة أخرى قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لو فيه أمل، ما فيش أمل، لا يقول أحد إن نوح يعني غضب لا، ما بعد 1000 سنة إلا 50 سنة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم دعا نوح دعوة أخرى بالمغفرة، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. دعا بالهلاك على الكفرة الفجرة المصرين، ودعا بالمغفرة له وللمؤمنين، اغفر لي ولوالدي. الإنسان لا ينبغي أن يكون أنانيا ويخص نفسه بالدعاء، يجب أن تدعو لمن تحب، أول من يستحق الدعاء بالخير هم أبواك، أبوك وأمك، اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الجيران والأقارب لهم حقوق أكثر من غيرهم، وللمؤمنين والمؤمنات، هذا شأن الإنسان المؤمن، لا يخص نفسه بالدعاء ولكن يعمم على المؤمنين والمؤمنات. ولذلك يعني مما تعرف عليه المسلمون
أن يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هكذا. ويدعو الخطباء في كل جمعة اللهم اقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين وتب على العصاة والمذنبين، يدعو للجميع. فهذه سنة الأنبياء وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا إلا هلاكا. فكما تدعو للمؤمنين تدعو على الظالمين أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولا يتركهم يفسدون في الأرض. ومن الأدعية، أدعية الأنبياء، دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ذكر الله له عدة أدعية في القرآن الكريم. قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعوات إبراهيم عليه السلام: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ما معنى لا تجعلنا فتنة؟ إما فتنة بمعنى مفتون، يعني لا تجعلنا مفتونين للكفرة يفتنوننا في ديننا ويمتحنوننا بالتعذيب والاضطهاد، أو لا تجعلنا فاتنين لهم، كما نرى المسلمين الآن فتنة للناس لأنهم يدعون الإسلام ولا يعملون به، فلا يقيمون الحج على الآخرين. الناس يقولون لهم: أنتم تقولون الإسلام دين القوة فما لكم ضعفاء، الإسلام دين العلم فما لكم جهلاء، الإسلام دين التقدم فما لكم متأخرين، الإسلام دين النظافة فما نرى بلادكم أحط البلاد في النظافة، وهكذا. نحن فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. دعا سيدنا إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر. الرزق ليس للمؤمنين فقط، حتى الكفر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. حينما وضع هاجر وابنها الصغير الطفل إسماعيل عند الكعبة البيت الحرام، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فكانت بركة دعوة إبراهيم إلى هذا البيت ومن حوله إلى اليوم: ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكان من دعوات إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. شوفوا في هذا الدعاء دعا للفروع وللأصول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. ذكر أصوله، وإن كان الله عاتبه بعد ذلك على استغفاره لأبيه، إنما هو كان وعده، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه: اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
من دعاء إبراهيم إنه حينما كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل قواعد الكعبة وهو يبنيها، ويقول إبراهيم وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن من المهم أن يقبل عملك، ليس المهم أن تعمل العمل، ولكن المهم أن يقبل منك العمل. كما قال ابن عطاء الله: ربما فتح الله لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، وربما قدر عليك المعصية فكانت سببا في الوصول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ودعا لهذه الأمة ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا دعوات إبراهيم، ودعا ربه: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. هذه دعوات الأنبياء، يدعو لنفسه ويدعو لقومه ويدعو للأمة الإسلامية القادمة في آخر القرون: بعث فيهم رسولا منهم. ومن الأدعية، أدعية الأنبياء، دعاء سيدنا شعيب حينما أراده قومه أن يخرج من قريتهم. ماذا أذنب حتى يخرج من القرية؟ إنه يدعو إلى الله وإلى التوحيد، ويدعوهم إلى العدالة وإلى عدم التطفيف في المكيال والميزان، وعلى عدم بخس الناس أشياءهم، وعدم الإفساد في الأرض. هذا ذنبه حتى يخرج من بلده، ينفى من بلده. كلهم قد افترينا على الله كذبا. قال الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين تخرجوننا رغم أنوفنا؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. من يعود إلى الشرك بعد التوحيد؟ ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. احكم بيننا وبين قومنا يا رب، أنت الحكم العدل. وحكم الله بينهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. من الأدعية التي ذكرها القرآن للأنبياء دعوات سيدنا موسى. سيدنا موسى حينما وكز الرجل القبطي، حينما تجبر على الرجل الإسرائيلي، فاستغاثه الإسرائيلي، استغاث موسى: الرجل حيأتيني، تعال. فوكزه موسى فقضى عليه، ضربوا بوكس راح الراجل فيه. يمكن هو كان قلبه ضعيف، كان كذا، الله أعلم. إنما سيدنا موسى استشعر الإثم، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وبعدين خرج خائفا يترقب من هذا البلد، أنهم كانوا يأتمرون به ليقتلوه، حتى وصل إلى مدين حافيا ماشيا راجلا على رجليه. ولما وصل هناك قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا فقير إلى فضلك، فقير إلى عونك، فقير إلى إحسانك، فلا تدعني إلى نفسي طرفة عين. وهيأ الله له في ذلك البلد ما هيأ له من
شغل وزواج وإنجاب إلى آخره، حتى أرسله الله إلى موسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. هنا دعا موسى أن يعينه الله على هذه المهمة، سيقابل أقوى ملك في الأرض وأطغى ملك في الأرض، ملك يؤلهه الناس وهو يقول لهم أنا ربكم الأعلى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. دعا هذه الدعوات الأربعة لتعينه على هذه المهمة الكبيرة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أتاه الله ما سأله، ودعا موسى دعوات كثيرة، هو ومن معه. قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ودعا موسى على فرعون كما دعا نوح على قومه، دعا موسى على فرعون وملئه الأشراف من قومه. قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدعا على موسى لما رأى أن قلبه مطموس ووجوده في هذه الدنيا شر على الإيمان وعلى الهداية وعلى الناس، فدعا الله أن يأخذه ويطمس عليه، حتى فلذلك لم يؤمن حتى رأى العذاب الأليم الغرق. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، حتى ما قالش إلا لا إله إلا الله، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، وقد فعل ما فعل بالسحرة، سحرة فرعون، هددهم بأن يقتلهم ويصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، ما يضرنا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هنا الدعاء بأن يصب الله عليهم، يفرغه عليهم إفراغا حتى يستطيعوا أن يواجهوا هذه الأزمات بما فيها من إيذاء وما فيها من ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن الأدعية في عهد موسى دعاء امرأة فرعون، هذه المرأة التي كفرت بفرعون وآمنت بموسى ونالها ما نالها من العذاب. فرعون المتكبر الجبار الذي يقول للناس ما علمت لكم من إله غيري، كيف تستعصى عليه امرأته تخرج عن طوعه. انظروا إلى أقدار الله، نوح امرأته تكفر به، ولوط امرأته تكفر به، فما مثل للذين كفروا، وفرعون امرأته تكفر به وتؤمن بالله. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. طلبت الآخرة الجنة،
قبل أن تطلب الدنيا النجاة، وقدمت الرفيق قبل الطريق، قالت ابني لي عندك في جوارك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. من الأدعية التي جاءت في القرآن عن الأنبياء دعاء أيوب عليه السلام، النبي الصابر، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أصابه ما أصابه، وذكره الله تعالى بقوله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر إلى أدب المؤمنين، أني مسني الضر، لم يسأله، لم يقل يا رب اشفني، إنما حكى حاله وخفف الأمر، ما قالش ما هولش يا رب أنا أصابني ما أصابني، وصار لي سنين وأصابني في جسدي وأصابني في رأسي وأصابني في كذا، مسني الضر شيء بسيط. وأنت أرحم الراحمين، علمه بحالي يغني عن سؤالي، ما سأل الله شيء ولكن ترك الأمر لله، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله، كان أصيب في أولاده ومثلهم معهم، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هكذا. ونجد ممن دعوا الله في القرآن ذنون، يونس، النون يعني الحوت، صاحب الحوت كما قال ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وذنوني إذ نادى، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذنون حينما غضب قومه وخرج وساهم ركب السفينة وكان لابد يرمي حد منها، فطلع السهم له كذا مرة ويطلع هو اللي عليه البتاع، فلازم يرموه في البحر، فرموه في البحر فالتقمه الحوت، خدوا لقمة، التقمه الحوت وهو مليم، ولكنه مع هذا لم ييأس من رحمة الله ولم يقنط من فضل الله، فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ظلمات بعضها فوق بعض، في هذه الظلمات نادى ذو النون ربه. بماذا نادى؟ لم يطلب شيئا ولكن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو، ولكن هذا دعاء في المعنى، دعاء معناه دعاء، وإن لم يكن في صيغة الدعاء لم يتضمن طلبا، إنما هو تضمن التوحيد والتنزيه والاعتراف. التوحيد لا إله إلا أنت، والتنزيه سبحانك، سبحانك تنزيه لله عن كل نقص لا يليق به، وبعدين اعتراف إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، من هذه الكربة، وكذلك ننجي المؤمنين. ليس هذا خاصا بذنون وحده، كل من قال
هذه المقولة نجا من غمه وكربه. وكذلك ننجي المؤمنين. وذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. هناك أدعية موروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها العلماء أدعية الكرب، ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد: من أصابه غمة أو نزلت به كربة فليلجأ إلى هذه الأدعية، استغيث بالله عز وجل، لن تستغيث بأعظم ولا بأكرم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. هناك أدعية كثيرة ذكرها العلماء في كتب الدعوات، والدعوات كل كتب السنة فيها كتاب للدعاء أو للدعوات، مثل البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وهذه الكتب كلها فيها كتب للدعاء، ومنها أدعية الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم رحمتك أرجو، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنت لفاطمة أن تقول في الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأنه كله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذه من أدعية الكرب. هناك أدعية في القرآن الكريم لا نستطيع أن ننتهي منها في هذه الخطبة، نترك بقية الأدعية للجمعة القادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءنا، وأن يحقق رجاءنا، وأن لا يخيب آمالنا، وأن يبلغنا مما يرضيه كل آمالنا، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدًا عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة المسلمون، من حسن حظ بعض البلاد
أن يهيئ الله لها حكاما صالحين يسعون إلى خيرها ويعملون على كشف الضر عنها، يجهدون نهارهم ويسهرون ليلهم في خير أمتهم. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ومن شر ما تبتلى به بعض الشعوب والأمم والبلاد أن يبتلوا بحكام يحكمونهم بالحديد والنار، بالسياط والعذاب، بالقهر والإكراه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، في حب وثقة متبادلة. وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم.